حاضر معنا ياسر عماد اللي حاضر وبقوه. ياسر قول نعم. ياسر نعم نعم اراك لي تا خمسه خمسه كاين ودي ياسر. ياسر بغيت نسولك انا اول حاجه لان باش الناس يعرفوا انت مستقر فين حاليا؟ حاليا في ليزيك في جزر الكناري. تبارك الله جزر الكناري. أيه. بارك الله يا خويا نسحب كده انتوما الناس تقولوا حنا راه فين ما مشيت ما كاينش البارح الماتش ديال الارجنتين هو ما تغيدار جزر الكناري ما حاضر لي حتى واحد هو واحد عندنا خدام ليا خويا جزر الكناري يعني حدد الناس كاين اللي كيسمع منهم غير حدانا راه قريب حدانا يعني فين بالضبط 90 كيلومتر بين الجزيره اللي ساكن فيها بالضبط وطرفايا الجزيره اللي ساكن فيها هما المهم 8 الجزر كاينه واحد الجزيره هما سبعه اللي ساكنين فيهم فيهم لي زابيتون كاينه واحد الجزيره اللي عاد دخلات الثامنه فيارج 90 كيلومتر بين فويرتا فينتورا الجزيره فويرتا فينتورا فين كان قطن والطرفايا هي اقرب نقطه المهم بعد كاين لاسبالماس اللي معروفه في المغرب دابا انت محسوب على ليه دابا انت اوروبا ماشي بصافي جزر كيتسموا تما ما عندوش تمشي لاسبان دابا انت ليه فوالا لاسبان يعني لا فامي ديالك تما دابا اييه انت واخد مغربيه اييه مشيت من هنا بجوج ولا لقيتها تما حتى هي في جزر الكناري كانت لا وش لا سي بنت عمي برافو 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 عرفاني وعارفه يعني دابا انتم ديجا كاينين وليدات اييه شحال عندك اخويا عندي كانوا عندي جوج وحده كانت توفات لي فواحد لاكسيدون الله يحفظ وليدات المسلمين 4 اون الله يرحمها الله يرحمها وبقات لي وحده الله يحفظها سادين عندها 15 اون دابا تبارك الله تبارك الله وهي اللي كاينه لا نشرح لكم هاد السيرين لان راه لا سوربريز غتعرفوها من بعد ديال البنوته هذه 15 اون 15 اون وي تبارك الله تبارك الله يخليها لك يا حبيبي الله يحفظك انت مشيتي تقريبا شحال من عام دابا انت مشيتي من البلاد ولا انت وي مشيتي من شحال من عام دابا 17 عام شحال كانت في عمرك انت؟ 24 عام ما بيناش عليك علاش درنا لا درنا الطوطه لا ما نمشي شي على شي لا لا شوف لا 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 بالنسبه لي والله الا لاش غادي بالنسبه لي باقي كتحس براسك باقي وي هو اللي خرج 24 عام راه كل شيء باش نقول لك باش نقول لك اخويا باش نقول لك اخويا عماد والله العمر راه ما كيتقاسش شحال ضربتي ولا شحال برافو عليك كيسيون دو كيفاش انت داير لو فون ديالك كيفاش داير اكزاكتومون لي سونتيمون تجاه الناس كي دايرين كيفاش كتعيش عرفتي كنهضر بوزيتيفيتي هنا عندي في ليميسيون بزاف راه سيدي كيبان لكم راه شحال واحد كنقول دابا انا كنقول 42 زون لا انت كنقول راه حيت انا راه خيها برافو ناسيها هادشي راه زوين دابا دابا الناس غيتبعونا حنا لايف الناس سيغ شادا اف ام سيغ الفيسبوك لاباج ديالنا فيسبوك تبعونا لايف صوت وصوره وانتم غتحكموا لان بصح عماد شحال من واحد كنقول لهم حتى في الراديو الناس اللي علاش بدرجه كتسمع شي واحد يقول لك واه ماني شحال غنعيش من عيشه كنعيشوا عيشه واحده سي با لا بين نعيشوا بالستريس ديالها المرض ديالها نبقاو نفكروا بزاف بحال دابا انت لاج دو هانت دابا بنيتي عندك 15 وسمع لا فوا شوف كاينه ودي عماد والله حتى من عند خوك ولا شي انا راه استنتيني البارح فشي ستوري ياك تنغني والله الا والله الا كاين تسمع كاين اشياء لي سون ستوديو سون والو يعني كتخدم ولكن داكشي باغ امور انت في لا فوا سمعت واحد الحب للدومين سمعت ان كاين الصوت والجميل انك كتجر معك الناس قراب ما بغيتش نحرق هذا الناس قراب كي تي تيغنيو معاك وتي الوغ الناس ديال جزر الكناري سعداتهم بك الله يحفظك اخي وسعداتنا حتى حنا لانك باش جيت تشرفنا وتحضر معنا ما تكونش غير هذه الب... شوف مازال غيكونوا محطات اخرين ان شاء الله الله يجعلنا حنا ما عادش نديرو حنا نوضوا هذه الزوبعه لان ثق بيا كاين الناس كيستاهلوا العوين كاين الناس ما عارفينش بزاف جات ما جاتش عندهم فهمتي يقول لك انا سميت ايكال ما هاش الهم مي كاين ناس عندهم يعني اصوات جميله خاصهم يخرجوا للوجود خاصهم يبانوا خاصهم يعني حنا المغاربه فينا الكويريه اللي كيتبعوا كره فينا الرياضيين فينا الناس اللي كيتبعوا الغناء فين راه كاين راه عندنا اذن شوف كاين واحد الناس واحد الفئه راه كتستمتع مزيان وكتعيش مع اللي كيقدم شي منتوج زوين تيقلبوا على المنتوج راه ماشي اللي جا دابا شحال من واحد اخويا عماد الا سولتك انت دابا الاصوات اللي كاينه شوف ما تكونش معايا دبلوماسي انت ملي كتصنط عماد اش كيجيك شنو كتصنط شنو واقع في, في, في المجال الفني ما بين داكشي اللي كتصنط ليه كامل كلشي عنده كاين اللي غير كاين اللي عنده وكاين اللي غيتابع انت كتصنط كنعرف كنت لا كنحاول نسمع لكل شيء علاش باش نعرف شنو كاين في السوق ولكن
بحكم عندي صداقات مع يعني اصدقائي الفنانه والفنانات كنعرف سبحان الكواري كتعرف الكاباسيتي ديال كل واحد كتعرف هذا شنو عنده واخا كيغني اغنيه خفيفه ولكن كتعرف راه مبازي على واحد لا باز يعني نهار يغيج السلاح ديالو راه غيخلعك منه فنانه كثار بلا ما جبت سميات وكاينين فنانه اللي غيتابعين داك الموجه ولكن راه لا باز على قد الحال كتبقاش عندهم واحد الباكتاج ما عندهمش واحد بحال ما عندهمش ديك الماده الخام ما عندهمش ديك خصك يعني الفنان خصو يكون راوي من جميع الانماط ما يكونش متبع ستيل كاين دابا اللي خرجت الاغنيه الخفيفه وكلشي تبع الاغنيه الخفيفه وتبازا عليها كنهضر ماشي كنعمم ولكن لا 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 كتشرح لينا كان وكاين فنانه اللي بازين وعامرين وبالفن يعني راه الفن راه بحال الهرفه راه ما يمكنش تجيب واحد ناخذ مثلا واحد المسرحي ما يمكنش تجي تقول له دير مشهد وواحد بغى عزيز عليه التمثيل غير كيتفرج في السينما وقال لك بغيت نمثل مثلا ما يمكنش غير يطلع تعطيه حوار وغيطلع غيشخص راه ما يمكنش غيشخص ولكن ما غيوصلش داك الشيء ما غيدومش ماشي بحال المسرحي اللي قاري اللي عنده لا باز اللي مولوع اللي فهمتي عنده ميقول راه خصك تكون ديك الرغبه ديك واش الفنان اللي جلس مع فنانه وسمع وهذا كينصحك واخا انت عند راسك كتغني مزيان واحد كيجي يقول لك لا راه ما درتيش هادي حاول دير غير هكا ما ديرش هادي كيتصمد عماد شويه كيتصمد عماد شويه وانا الوالد ديالي كان العواد ديال بوطبول حنا خديت موسيقى على الاب ديالي حنا عائله فنيه والوالد ديالي مع الجوق الاذاعه الاندلسي الرباط الجوق الاذاعه الاندلسي يس وي وي هو اللي بلاني ب يعني فاش حليت عيني لقيت الوالد والعود شحال كان في عمرك ديك الساعه وانا حليت عيني لقيت الوالد موسيقى يعني انا في سبع سنين ديتي كتوعي شويه العرس ديال الخال ديالي طلعت فوق لاباتري عندي سبع سنين ولقل ست سنين صافا سياد صغير اختي كتصح لي المعلومه ست سنين مزيان راه السلو احمر جايبها مزيان ديرها ولا جو ست سنين لان وي كاسيت فيديو وطالع فوق لاباتري وكان كنغني وكنعزف مع الوالد ديالي يعني حبا في الاله الموسيقيه يعني تخيل دابا انت كبرت تعرف شنو كان عندي حبا في الموسيقى كنت ملي كندوز حدا واحد المحل ديال الموسيقى عندنا في الرباط راه معروف والموسيقيين كيعرفوه الاصل رباطيين جم انا اصل فاسي ولكن تزدت وخلقت في الرباط وليد فاس عندنا واحد المحل فلوسيون ديال السي بن كيران معروف كان ترار مع الجوق الملكي ايقاعيست في الجوق الملكي وعنده محل الموسيقى انا فيما كندوز كنشوف ذاك المحل فيه لورك فيه العود فيه الكمانجه فيه الباتري فيه الطرفي الدربوقه ما كرهتش ندوز النهار كامل في ذاك المحل كنبقى نشد الواليد عفاك غير ندخل اللي جوي دابا هكا عرفتي شنو غير نقيس داك لي زانستريمو غير نقيس دربوكا ونقيس لور بواحد واحد الفرحه باش ندخل تما داز وق سبع علم ولاو كيعزفوا معاك الناس وانت واقف في الكتاب دابا شي اسف دابا ولاو كيقولوا ولكن لا الحب انت ما كيسبان وكان كانت الاولى عاوله كانت موهبه ولا شي حاجه بلا تعاود تذكر الاسم ديال صفاء صفاء اللي دابا تعقش بينا في المايك صفاء بعدا مرحبا بك العزيزه بارك الله فيك سيدي ميرسي نهار كبير هذا الله يكبر بكم الله يبارك يطول عمرك هو هذا الفنان عندكم هذا يعني هو جلس سبعه وانت تقول لي انت وقيله السته لا ماشي وقيله انا متاكده حتى السته 5 ans زف على لاباتري كيدير في لاباتري في لاباتري وي واو هذا تاهو ضرب الحديد بحد سخون لا وملي بالوقيته ديال انه ولي كيمشي لي زانستريم وهذا من بعد امتى بدك حسيتو به راه كيغني نفريد كان نقولوا بديك السابق ما يكونش معروف يعني معروفش هو عندكم انه تيغني ولكن امتى بدا كي في الدار بوحدو عامري حين انت كتسمعوه كان كيغني اول فاش غنى كان شارك في عيد العرش كان يعني حسن الثاني الراوي ديال عيد العرش والخدمه ديال الوالدين ديالي وي كانوا كينظموا داك الحفله اي عيد كيوقفوا عنده عيد وطني ولكن اول فاش غنى هي الحفل ديال عيد العرش كانوا فين كان لا كانوا الادارات كيديروا حفلات ووزارات في حسن الثاني الله يرحمه دونك داك الاحتفالات كان الاب ديالي هو اللي كان واخد الحفله وكانوا كيديروا ابناء الموظفين ديال لوينتي المكتب الوطني للنقل اللي كانت خدامه الوالده ديالي كاين اللي عنده شي موهبه كيقدمها في ذاك عيد العرش انا كنت كنغني يعني ست سنين سبع واقيلا غنيت ما عندي دي فوتو ما عقلتش جو بون 6 ans يعني غنيت كان اول مره يطلع سوغسان كانت في عيد العرش وتبارك الله كيغني سونتراك والو تبارك الله باخر زعما مازال عرش غادي مع الميكرو بلادي كيفاش سالا
كلشي كيصفق عليه وكيقولوا له إلفيس كلشي كلشي. اه السيل هو إلفيس. اه انت كنت داك والله تا كي كيربي ودابا بايك شوف مع كنقول هنا تيكونوا يعني كتبان لك شي واحد كيشبه شي واحد كنقولوا دي كتكون كما تنقول الشخصيه ماشي كاين اللي كيجيب الا نطق ولا قال شي حرف ولا هذا كيشبه لواحد شخص معين. لا هذا راه عنده البصال والله تاع عنده صارته في الفيس. شوف ولا شوف غير باش نتفاهموا هو الا كان انسان من الاول كيكونوا عارفين ولا فامي ان عنده واحد الموهبه راه زوينه خصوصا ملي كتكون العائله عائله فنيه فيها فنانه كتكون عائله موسيقيه راه شحال من دري ضايع شحال من فراسك شحال موهبه نقولوا في اي مجال ماشي الغناء اي مجال حيت والديك يكونوا في واحد باردين ما فهمتي ما سوقينش ليه مع ان راه من والو من والو الرحيمي راه كان كيف ديال المنتخب راه كان كيخرج من عند باباه راه حيت هو ساكن في التيران اكزاكتومون في التيران كيخرج اللعابه ما كاينينش كيلقى الكازو كينوض يتكركب فيه ويلعب الراسو شو النتيجه ربي سبحانه وتعالى ما كيبغيش واحد شي حاجه شي مثلا غير موهبه بسيطه بلا ما اسماء اللعابه المهم لا عادي 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 تقول عندك انا ولد يعقوب المنصور في الرباط حي شعبي كانوا كويريا كيلعبوا معنا في الحومه صغير تبارك الله العروبي الحارس العروبي 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 اللي كان في الوداد اللي كان في الوداد وهذا كان كيطاكي حنا هو صغر مني شويه في لاج فاش كنا كنلعبوا في الحومه كان كيطاكي لنا كنجيبوه يطاكي والله العظيم كيطاكي ني تاخذ داك العربي تصور كان كيتلعب دوز زعما دوز كوره كان كيتلعب في يعني تصور كنلعبوا غير في السيكتور تما يقوم منصور ما كاينش الكازون ولا الترم لا ما كايناش راه مرات غير الكودرون ديال القصح كيتلعب كان حب ديالو في كره وصغير وهذا وكاين كيعشق الكورشو سبحان الله ملي كتكون يعني الإرادة من الصور كتشوف والله يا سير الاراده الى مهمه تكون عندك شويه العزيمه وشي حد بحال دابا انت جاي نقدر نقول قال لي زارتيس اللي كيحضروا معايا ما كاينش جاب اختو مثلا مثلا وي ماناجر واصدقاء ديالنا كاملين كنحبهم كاملين وكيحبوا البرنامج واصلا ما كاينش واحد فيهم جا وتبرزاتوا العرق ولا حسوا براسهم في الدار دابا كيتصنتوا الناس بزاف كيتصنتوا لينا يعني الجميل هو هاد كتقال لا فامي قرب منك كيعاونوك تيدفعوك داخلين معايا ماشي واحد كيدفعوه يطيح داخلين معايا لا هذا معاك هاد الشيء زوين غادي نسمعوا واحد الشونسون ديال البطل ديالنا ياسر عماد وغنرجع لكم دابا شويه ثاني نكملوا معاه لان مازال عندي واحد السوربريز انا صدمني بها زوينه بزاف 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 نسمع اون بتيت شونسون من عندك المهدي اللي حبيتي ارا نشوف هذه واقيلا غتكون غير نفسو حارة كديريها نقاش نفسو حارة هذاك الوليد